النهارده انا عايز اتكلم عن سياحة الانبا ميخائيل. الموقف دوة حصل مع مامتي الله يميح نفسها. والدتي كانت عندها فشل كلوي وكانت بتغسل 3 جلسات غسيل في الاسبوع، وبعد كده كانت دايما هي تنده على سيدنا الانبا ميخائيل. كانت علاقتها بيه كانت تروح الكنيسة مجرد بس ان هو بيرفع صليبه وتاخد بركته في الكنيسة، دي كانت العلاقة بيه. وكان سيدنا عمره ما شافها ولا هي شافته غير في الكنيسة بس، يعني ما فيش علاقة قريبة بينها وبينه، لكن هي دايما في صلاتها كانت تنده عليه. في كل جلسات الغسيل كانت دايما تنده عليه. وفي يوم من الأيام كل العمليات اللي بتغسل منها باصت، والدكاترة هنا قالوا لازم تعملوا عملية كبيرة، عملية تسطيح أوردة. فروحنا مستشفى كبيرة جدا في مصر عشان نعمل العملية دي، وأنا طبعا كنت متضايق جدا جدا ومش عارف أوصل لسيدنا عشان أقول له يصلي الماما. أنا ندهت عليه وقلت له يا سيدنا اشفيها يا سيدنا، اتشفع لها واشفيها يا سيدنا وكن معاها في العملية. والعملية ببركة صلوات سيدنا نجحت، وكان طبعا لازم هي تعمل جلسة غسيل في مصر في المستشفى دي. وكان نظام جلسة الغسيل هناك لأن المريض بيبقى نايم في أوضة وفي زي إزاز، الناس اللي معاه تشوف المريض من جوه، تشوف المريض جوه، وممنوع حد يدخل خالص. فأنا كنت واقف بره، هي جلسة الغسيل 4 ساعات وبشاور لها من بره، لكن هي ولا سمعاني ولا أنا سامعها. وكان في ساعة قدامها، كل شوية هي كانت تشاور لي على الساعة، أقول لها هانت هانت، حالا نخلص ما تقلقيش. وكانت تشاور لي على الساعة تاني، مرة 2 3 4. قلت يا رب هي مش متحملة الوقت دوة. كل شوية بعد ما خلصت الجلسة بقول لها إيه الحكاية يا ماما، كل شوية تشاوري لي على الساعة. فراحت بتقول لي أنا بشاور لك عشان سيدنا كان باصص عليا من الساعة. قلت لها الساعة؟ فأنا خدت الكلام كده إن هي عشان بتحبه فكانت حاسة إن هو معاها، وخدت الكلام كده بإيمان إنه سيدنا معاها. لكن هي بتقولي لأ، أنا شايفاه بعيني هو واقف باصص طول جلسة الغسيل وهو معايا من الساعة دي من المكان ده قدامي. بعد ما رجعنا تقريبا بأسبوع لقيت التليفون بيرن. يا رب سلام، قلت له سلام يا سيدنا. كان سيدنا كانت علاقته بينا كانت علاقته قوية جدا بالدكتورة منى لورنس مراتي، فقلت له يا سيدنا سلام، سامحني يا سيدنا منى مش موجودة. قال لي ومين قال لك اللي أنا عايز منى؟ أنا عايزك أنت، أنت اللي تعبني ومجريني وراك شرق وغرب. قلت له ليه كده يا سيدنا؟ قال لي بطل تنده عليا وتسفرني وراك. فقلت له فعلا يا سيدنا أنا ندهت عليك. تخيلوا بقى سيدنا يرد يقول ايه، يقول وانا خدامك. قلت له العفو يا سيدنا العفو، ده احنا كلنا يا سيدنا تحت رجليك. قال لي ما تقولش كده، احنا كلنا تحت رجلين المسيح، وانا خدام المسيح وخدام شعب الشعب كله شعب المسيح. قد ايه سيدنا كان متواضع وكان حنين. فقلت له يا سيدنا انت كنت معاها؟ قال لي هي ندهت عليا وانت ندهت عليا وانا كنت معاكم. عرفت ساعتها ان كلام ماما فعلا كان حقيقي، اللي هو كان معاها طول فترة الغسيل وباصص عليها فعلا. فقلت له فعلا يا سيدنا كنت معاها يا سيدنا. قال لي اسكت ما تتكلمش، ارشم الصليب معايا، نرشمه على نفسي وعلى نفسك ونقول مع بعض أبانا الذي. بعد ما صلينا أبانا الذي مع بعض، طبعا الطبيعي اللي أنا أقول لسيدنا إيه، يا سيدنا صلي الماما إن ربنا يشفيها. وطبعا اتفاجئت برد غريب جدا من سيدنا، قال لي أنت أناني أنت طماع. أنا طبعا لما سيدنا قال لي كده أصابتني حالة من الذهول،
وطبعا ده كان درس ليا او لاي حد عنده حد مريض. لقيني سكت واتحمقت كده، فسيدنا رد عليا رد، قال لي ايه ده انت مستخسر فيها الاكليل اللي هتاخده؟ هي ليها اكليل كبير خالص في السماء، ما تقولش كده، قول صلي لها اللي هي تحتمل. قلت له امين يا سيدنا. قال لي يا رب سلام. قلت له سلام يا سيدنا. يعني في ناس كتيره فاكره ان هو لا، الناس اللي حواليه بس هو اللي بيحبهم وهو اللي معاهم وهو اللي بيعمل معجزات معاهم، لكن انا اختبرت فعلا ان كان والدتي الله ينيح نفسها فيش علاقه، ما تقابلوش ولا مره، لكن هو كان معاها. يا رب سلام.